شاهدنا دلوقتي معانا موعد على يعني مدرسة الإنشاد الديني تحديدا، لأن زي ما احنا عارفين في مصر في أصوات ملائكية كتيرة قوي، أصوات بتحب الإنشاد والابتهالات. صوت مميز جدا معانا وهو المنشدة ياسمين سعد، وطبعا معروف إن الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، علشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة جدا في الإنشاد الديني. تعالوا نسمع صوت ياسمين سعد. أكرم ببنت رسول الله فاطمة في العالمين لها فضل وعرفان، تلك البتول التي عاشت مطهرة لا تنسى للزهراء فضلا به اشتهرت بين الأنام له في كوننا شان، إذ أنجبت ثم الحسين وما مثل الكريمين في دنيانا إنسان. المنشدين ومنشدات صغار السن بيثبتوا إن مجال الإنشاد الديني لسه ليه مستقبل كبير جدا في مصر. النهارده معانا موهبة تانية من مواهب مدرسة الإنشاد الديني، هي الموهبة أو المنشدة ياسمين سعد. ياسمين أهلا بيكي وكل سنة طيبة. طيب حضرتك، سمعنا صوتك رائع ما شاء الله، يعني قولي لنا الموهبة دي ورثتيها عن مين؟ أنا ورثت الموهبة دي عن جدتي. جدتي هي صوتها كويس جدا يعني فورثتها عنها. واكتشفوا إمتى بقى إن أنت كمان صوتك حلو زي جدتك؟ أنا كنت دايما في الإذاعة المدرسية كنت دايما بطلع أنا أقول مثلا النشيد أو الحاجة اللي هقولها، وبعد كده اللي اكتشف موهبتي هو جدي يعني اكتشفها، ومن خلال ان هو اكتشفها يعني عرفنا ان في مدرسه اسمها مدرسه الانشاد. هنا بقى امتى قررت انت لازم تروحي مدرسه الانشاد الديني؟ قررت لما عرفت ان انا يعني صوتي يسمح ان انا ممكن اخشها، والحمد لله دخلت يعني على الصفحه بتاع الشيخ محمود وبحثت كده وشفت ان هي السن والمطالبات اللي هم طلبوها مننا، وبعد كده رحنا قدمنا، دخلنا الاول حاجه اختبار الحمد لله عديت منه ونجحت، بس بعد كده بقى ابتدينا ان احنا يدربونا يعني ايه مقام يعني إيه انشاد ويعرفونا المقامات. وعرفينا بقى يعني ايه مقام ويعني ايه انشاد ويعني ايه مقامات. المقامات خدنا مقام الصبا زي هي مثلا زي امان، ده مقام الصبا. وخدنا مقام الهوند زي ده حلمك كمل بس. وخدنا بقى يعني في دكاتره كتير علمونا حاجات دي زي الدكتور عثمان والدكتور محمد العجيمي، هما اللي دربونا على كده، والحمد لله يعني دخلنا اختبار بقى اللي هو بيأهلك ان انت يعني هتتكرمي ولا هتتخرجي منه او لا، والحمد لله دخلت والحمد لله. يعني انت عمرك دلوقتي 14 سنه، ازاي بتقدري تحافظي على طبقات صوتك؟ يعني ما جهدش صوتي يعني ما زعقش يعني معليش صوتي ما يعني ما صوتش يعني معليش صوتي اللي هو درجه ان انا عليه جامد، فلازم يكون في حدود يعني في حدود معينه لان صوتي لو كده فهيروح. طيب قولي لنا المدرسه الانشاد الديني استفدت منها ايه او اتعلمت منها ايه اضاف لك في مجال الانشاد؟ استفدت منها حاجات كتيره جدا لان انا كنت داخله اصلا ما اعرفش يعني ايه انشاد. استفدت منها ان انا صوتي بقى يعني احلى واكتر احلى يعني احلى، و اضافت لي حاجات كتيره جدا يعني خرجتني وبقت اكتر معروفه. يعني الاول ما كنتش معروفه خالص، ما كنتش بنشد وما كنتش عندي جرار اصلا ان انا اطلع مثلا انشد في حاجه او كده. شاركت في حفلات او كده؟ شاركت في حفلات، شاركت عندنا حفلات كتيره قبل ما اصلا ما اخش كنت بشارك في حفلات كتيره، بعد برضو ما دخلتش الحفله اللي احنا حضرتك عملناها وبس. شايفه مين قدوه ليكي في مجال الانشاد الديني سواء من المنشدات او المبتلات او المنشدين؟ انا واخداه قدوه ليا وبحب اسمع صوته جدا، هو الشيخ طه الاسكندراني. انا بحب صوته جدا 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 ودايما بقعد اسمعه يعني. ومن المنشدات والمبتهلات تحبي مين؟
من أصدقاء يعني ولا لازم؟ من القدامى كمان، من كبار المنشدين والمنشدات يعني. في عندنا اسمين الخيام، عندنا سعاد محمد، عندنا أسماء كبيرة جدا. لا بصراحة أنا عارفة بس أم كلثوم بحب أسمعها برضو. ليها برضو يعني قصائد دينية برضو غاية في الروعة. طيب شايفة مستقبلك إزاي في مجال الإنشاد الديني والابتهال؟ إن شاء الله يبقى كويس يعني، يعني هتحسن أكتر، وإن شاء الله ده مع الأساتذة اللي معايا والشيخ محمود التهامي إن شاء الله هنبقى في أحسن يعني إن شاء الله. سمعيني حاجة كده من الابتهالات لحد من محبينك من المبتهلين والمنشدين. كون عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، كون عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. ما شاء الله ياسمين عليك، يعني صوتك غاية في الروعة والخشوع كمان يعني. شكرا. مشاهدينا، ياسمين سعد 14 سنة، موهبة جديدة من مواهب مدرسة الإنشاد الديني. انتظرونا غدا وموهبة جديدة مع مواهب هذه المدرسة، مدرسة الإنشاد الديني. دمتم في رعاية الله وأمني. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال.